تعالوا هيك نقول له أنت صالح للكل، الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة، عاضد كل الساقطين، مقوم كل المنحنين، أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. تعال نسبح لهذا الإله الحي مع بعض. قول معي: الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك يحمدك يا رب، كل أعمالك ويباركك أتقياؤك. ارفع صوتك معي، قول معي: يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أتقياؤك بمجد ملكك ينطقون، بجبروتك يتكلمون، ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور، دور فدور، قول ملكك كل ملكك، ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور، دور فدور، دور فدور، دور فدور، أنت صالح قول معي للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك. قولها كمان مرة: أنت صالح، أنت صالح، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك، ومراحمك على كل أعمالك، وأغني من مثلك، أغني من مثلك، وأغني من مثلك، خذني بقرب قلبك، أغني من مثلك، خذني بقرب قلبك، قولها معي: خذني بقرب قلبك فأعبدك، خذني بقرب قلبك أعبدك، وأغني من مثلك، أغني من مثلك، وأغني من مثلك، أبي
وإلهي صخرة خلاصي حافظ العهد حافظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك رافع رأسي أنتظرك حسب وعدك سيدي أعلن بك نصرتي أنت ملجئي لذا أهتف وأصرخ أهلل بك سيدي يا سيدي بك نصرتي بك نصرتي أنت ملجئي أنت ملجئي وأغني من مثلك أغني من مثلك وأغني من مثلك أغني من مثلك وأغني من مثلك يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك قلبي بيخضع ليك أمين سجود القلب سجود القلب يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء بتشفع فيا عمري ضاع واشتريته قلبي تاه ولقيته فتحت العناية يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك أمين تيجي نوقف نقول الترنيمة مع بعض قول معي يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء تشفع فيا عمري ضاع واشتريته قلبي تاه ولقيته وفتحت العناية يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء تشفع فيا ضاع واشتريته قلبي تاه ولقيته وفتح بالعناية يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك يا حمل مذبوح عني يا إلهي أنا قلبي بيسجد ارفع صوتك وقلبك يا إلهي قلبي بيخضع لي قلبي بيخضع لي يا حمل مذبوح عني ليك المجد والكرامة والبهاء ليك علامة سلطانك بيحررني ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني يا يسوع ليك المجد والكرامة علامة سلطانك بيحررني ليك القوة والجلال من بشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك يا حمل مذبوح عني يا إلهي يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك يا حمل مذبوح عني
يلي وعدك جاي تاني في السماء هيكون مكاني في المدينة السماوية. لما تيجي على الساحة هتاخدني البيت الآب في سعادة أبدية. يلي وعدك جاي تاني في السماء هيكون مكاني في المدينة السماوية. لما تيجي على السحاب هتاخدني البيت الاب في سعادة ابدا. من قلبك قل له معي يا الهي انا قلبي بيسجد ليك. يا الهي انا قلبي بيخضع ليك. يا حمل مذبوح عني يا الهي انا قلبي بيسجد ليك. يا الهي عليك يا حمل مذبوح عني. ليك المجد والكرامة. أقول ليك المجد والكرامة والبهاء لك علامة سلطانك بيحررني. ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني. ليك المجد والكرامة والبهاء ليك علامة سلطانك بيحررني. يا يسوع ليك القوة والجلال البشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك. يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك. يا حمل مذبوح عني يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك. يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك. يا حمل مذبوح عني. أمين. خلينا احنا هيك واحنا واقفين مع بعض نقول له يا رب أنا سؤلي وطلبي مجدك. أمين. أنا بطلب مجدك. كم واحد اليوم من قلبه نفسي يقول له يا رب أنا من كل قلبي بدي أطلب مجدك. وريني مجدك. وإذا كان في عيني أشور شيلها بيدك. دخيلك يا رب اليوم. افتح عيوني بدي أشوفك. أنا حاسس في قلوب عم تترجى الرب اليوم. والله رح يعطيك سؤال قلبك لأنه الله أمين. الله بيدور عينات جولان الأرض. هل من فاهم من طالب الرب؟ هل من فاهم طالب الرب في هالقاعة؟ قل له اليوم معي أنا بطلب مجدك. وريني مجدك. وشجع أخوك اللي جنبك وانت عم بترنم. شجعه. خليه يشوف اللي انت بتشوفه. إذا انت شايف مجد الرب خليه يشوف معك مجد الرب. شجعه بصوتك. أعطيه هيك حضن. أمين. أنا بطلب مجدك. وريني مجدك. وإذا كان في عيني أشور شلها بيدك. يا يسوع انت احتياجي. قول معي أنا بطلب مجدك. وريني مجدك. وإذا كان فعلي أشوف شلها بيدك. أنا بطلب مجدك. وريني مجدك. وإذا كان فعلي أشوف شلها بيدك. يا يسوع انت احتياجي بتمسك بيك. وامتى فرحي وتاجي انا عيني عليك. يا يسوع انت احتياجي بتمسك بيك. وامتى فرحي أنا عيني عليك. أنا بطلب مجدك. وريني مجدك. وإن كنت عني أشور شلها بيدك. أنا بطلب مجدك. وريني مجدك. وإذا
سكن في عيني أشوف شلها بيدك، وإن كان في قلبي خطية وراعتها كتير حرصني من العبودية بقوة تحرير، وإن كان في قلبي خطية وراعتها كتير خلصني من العبودية بقوة تحرير. أنا بطلب مجدك وريني مجدك، وسكن عليا قشور شلها بيدك. أنا بطلب وريني مجدك، وإن كان عليا قشور شلها بيدك. أنا مستنيك يا فدية قلبي عطشان، رؤية شخصك تحيني نبعك مليان. عيد الكلام وفكر فيه. أنا مستنيك يا فدية وقلبي عطشان، رؤية شخصك تحيني نبعك مليان. أنا بطلب مجدك وريني مجدك، وإذا كان عليا شلها بيدك. أنا بطلب مجدك وريني مجدك، وإذا كان في عيني قشور شلها بيدك. لما انفتحت جوا في قلبي عيون النور، ملا عيني جماله وبهاء كان مستور. لما انفتحت جوا في قلبي عيون النور، ملا عيني جماله وبهاء اللي كان مستور. وسمعت قلبي لما لساني ما قالش كلام، وبعدها انفتحت في كل كياني المجد والغنى والعظمة حوالين كرسي، وتيجان عظمة مطروحة عند قدمي، والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس. الحمل الراعي اللي نقشنا على كف ايديه، العدو قد تم خراب وبيته مهدوم، والرب الجالس فوق عرشه جعله حدود. قولها بإيمان. العدو قد تم خراب وبيته مهدوم، والرب الجالس فوق عرشه جعله حدود. وعديم صليب يسوع يعمل أعمال سيد الغالب ويعدي سدود. المجد والغنى والعظمة حوالين كرسي، يسوع عظم الرب معي، قوتي كان عظمة مطروحة عند قدمي. حاول قولها معي. والكل بيهتف ويسبح قدوس ويقول قدوس. الحمل الراعي اللي نقشنا على كف ايديه، وملايكة ألوف ربوات واقفة ترفع تسبيح، قول شاروبيم سرافيم بجناحة ستة تهتف بمديح، وملايكة ألوف ربوات واقفة ترفع تسبيح،
شاروبيم سرافيم بجناح ستة بمديح. قول معي ومع الملائكة قدوس قدوس رب الصباوت ملك الملوك. السماء والأرض بتعظم دم بيه، المجد والغنى والعظمة حوالين كرسي. أعظم الرب المجد قوتي كان عظمة مطروحة عند قدمي، والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس. الحمل الراعي اللي نقشنا على كف ايديه، وملايكة ألوف ربوات وقفة ترفع تسبيح، شاروبيم سرافيم بجناح ستة تهتف بمديح. وملايكة وملايكة ألوف ربوات وقفة ترفع تسبيح، شاروبيم سرافيم بجناح ستة تهتف بمديح. قول معي قدوس قدوس رب الصباوت ملك الملوك. السماء والأرض بتعظم دم الذبيح، المجد والغنى والعظمة حوالين كرسي. عظموا الرب معي. قوتي كان عظمة مطروحة عند قدمي، والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس. الحمل الراعي اللي نقشنا على كف ايديه. امين. تفضل اقعدوا. تعال قبل هيك ما نسمع كلمة الرب، احني قلبك، احني راسك معي. قل له يا رب من فضلك، من فضلك سمعني صوتك. قل له من فضلك يا رب سمعني صوتك. بديك تغمض عينك وتحني راسك وتغمض عينك، علشان في حركة رح تصير قدامك. يمكن المتكلم يطلع، أنا أنزل، ما حدش يشتت انتباهك. غمض عينك عشان تركز مع الرب وشو بدك تقول له. قل له يا رب بدي اسمع صوتك، ما تحرمنيش من صوتك. احكي له هالكلمات معي. محتاج لصوتك، محتاج رعيتك، محتاج تقول لي أنا حاسس بحرتك. محتاج لصوتك، محتاج رعيتك، محتاج تقول لي أنا حاسس بحرتك. ترشدني مين وتقولي فين، تمسكني يدك انت من ايدي اليمين. التعب كتير واحزن كتير لما اختار لنفسي طريقه في يسير. التعب كتير واحزن كتير لما في بعدي في ايدي احفر قلبي بيه، وانسى كلام قلته كتير ان انت دربي وحدك ومعاك المصير، ومعاك المصير. قوله معي من كل قلبك، صدقني رح يسمع. محتاج لصوتك، محتاج رعيتك، محتاج تقولي أنا حاسس بحرتك. محتاج لصوتك، محتاج
محتاج رعايتك، محتاج تقولي أنا جنبك، حاسس بحالك ترشدني مين وتقولي فين، تمسكني يدك انت من ايد اليمين، من ايد اليمين. افرح كتير وابقى بصير لما مشورتك تبقى نوري في المسير، وانسى الالام وانسى الملام لما بلاقي في اللي اخترته كل خير. افرح كتير وابقى بصير لما مشورتك تبقى نوري في المسير، وانسى الالام وانسى الملام لما بلاقي في اللي اخترته كل خير. وإن ناداني البعد تاني يحرسني من ضعفي ومن ميل الضرير، من ميل الضرير. محتاج لصوتك، محتاج رعايتك، محتاج تقولي أنا حاسس بحرتك. محتاج لصوتك، محتاج رعايتك، محتاج تقولي أنا حاسس بحرتك. ترشدني مين وتقول لي فين، تمسكني يدك انت من ايد اليمين، من ايد اليمين. يا رب كلنا اذان صاغي لصوتك في اسم المسيح يسوع. احنا متاكدين انك رح تكلمنا، اعطينا الاراده نسمع ونطيع. استخدم عبدك، بوق من خلاله، املأ من روحك، املأ فكره ونفسه أفكاره في اسم المسيح يسوع. صلي لك كل المجد، آمين. أشكرك أخي سجد. نشكر رب جدا علشان وقت التسبيح الجميل. ربنا يباركك أخويا عيسى. مرة تانية فرحان جدا أكون موجود وسطيكم، ومرة تانية بوجه الشكر لأخويا الكبير الغالي الدكتور عصام. فعلا أنا فرحان جدا. اتفقنا مبارح علشان بس أفكركم باللي قلناه بسرعة جديدة عشان نكمل النهاردة، إن اللي عايز حياته تبالها هدف ومعنى ورسالة، أقول للكل بأمانة، هو يسوع. يسوع لما بيدخل الحياة بيدي الحياة قيمة ومعنى، والحياة بعيد عن يسوع سراب، لأن يسوع هو الحياة. مش كده ولا إيه؟ مش قال أنا هو الطريق والحق وإيه تاني؟ يبقى إذن الحياة بدون يسوع حياة بدون حياة، صح؟ بدون حياة. مين اللي بيديني قيمة ومعنى؟ يسوع. يسوع. النهاردة هنبص على نص من رسالة الرسول بولس إلى أهل أفسس أصحاح 2. لو حضراتكم معاكم كتب مقدسة يبقى كويس. دي أفسس 2. أنا مش هاخد كل الأصحاح، أنا اخترت بس أول 10 آيات من أصحاح 2. أفسس 2 من 1-10. واللي خلاني أختار الجزء ده بالذات لأن الجزء ده بيتكلم باختصار شديد عن الحياة قبل المسيح والحياة بعد المسيح. بس يعني أنا عايز نطلع من القاعة بتاعتنا حافظين النص،
حافظين النص، الحياة قبل المسيح وبعد المسيح. المسيح بيعمل إيه لما يدخل الحياة؟ فهو بيتكلم كنا وأصبحنا. كنت إيه يا بولس قبل المسيح؟ مش بولس، أنا قبل المسيح كنت إيه؟ أي واحد منا قبل المسيح بدون المسيح يبقى إيه؟ ولما بيدخل المسيح بيعمل فينا إيه؟ بصوا بس الكلمات، لأن عايز نتأمل في كل كلمة في النص ونشوف إزاي يسوع بياخدنا. يقول وأنتم إذ كنتم، لما يقول أنتم بتكلم علينا إحنا، على كل إنسان بعيد عن المسيح، كنا إيه؟ أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا. شايفين لما يقول إيه؟ الذين نحن أيضا، يعني أنا بولس، كل إنسان قبل ما يعرف المسيح كنا كده بالصورة دي، وبعدين يكمل يقول عاملين مشيئات الجسد. الإنسان بدون المسيح بيتصرف إزاي؟ بيعمل إيه؟ مشيئات الجسد. وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا، لكن يجي يقول أصبحنا. الله الذي هو غني في الرحمة، لأن أقول تاني النص اللي قدامنا، كيف كنا ماذا أصبحنا؟ اللي بينقلنا من كنا وأصبحنا إيه؟ ثلاث حاجات: غنى رحمته، غنى محبته، غنى نعمته. أقول تاني عشان النص يبقى جوانا، أفسس 2 من 1-10، كيف كنا ماذا أصبحنا، وإيه الطريق اللي وصلني؟ غنى محبته وغنى نعمته وغنى رحمته. فيقول الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا. يكرر تاني كنا أموات بالذنوب والخطايا، هنا يقول أموات بالخطايا. عمل معنا إيه؟ شوفوا اللي عمله، اللي عمله أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا، شوفوا الأفعال، أحيانا أقامنا معه، وأجلسنا، أحيانا أقامنا أجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى إيه؟ ففي غنى نعمته وغنى رحمته وغنى محبته. غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن، شايفين نقلنا الفين، فحط ثلاث حاجات بدل ما الأحيانة وأقامنا وأجلسنا، دول ثلاث أفعال، وخلى حياتنا هدف، خلى حياتنا رسالة. يقول كده، يقول كده لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أقول تاني النص كله عشان نطلع حافظينه، كيف كنا ماذا أصبحنا؟ كنا أبناء الغضب، كنا أبناء المعصية، كنا أموات بالذنوب والخطايا. إيه اللي عمل يسوع؟ أحيانا وأقامنا وأجلسنا وجعل لحياتنا هدف ومعنى. إزاي نقلنا من هنا لهنا؟ بفضل غنى نعمته وغنى محبته وغنى رحمته، ده اللي نقلنا من هنا لهنا. تعالوا نصلي مرة تانية، أرجوكوا إن كلنا في اللحظات اللي جاية قول لي رب أنا محتاج أسمع صوتك النهاردة، قول لي رب أنا عايز كلمة خاصة منك ليا. يا رب احنا جايين كلنا ملناش غير هدف واحد ورغبة واحدة، إن حياتنا يبقى لها قيمة ومعنى. ما تسمحش يا رب إن أي واحد فينا الشيطان يسلبه إرادته ويخليه يعيش حياته كلها بلا قيمة وبلا معنى. ساعدنا نعرفك المعرفة الحقيقية، أيها النور الحقيقي، أيها الحياة الحقيقية. تعال يا رب أملك في حياة كل واحد فينا، ادينا قيمة، ادينا معنى، ادينا هدف لحياتنا. عدل يا رب دوافعنا، عدل يا رب أولوياتنا، عدل يا رب طريقة تفكيرنا، ادينا نعمة نفكر كما تريدنا أنت أن نفكر،
وادينا نعمة ان نكون في ملء مشيئتك كل ايام عمرنا. كلمة لينا، كلمة لينا لكل واحد فينا. رافق الرسالة بسلطان الروح القدس يا رب علشان نقدر نتممها في حياتنا، في اسم المسيح امين. اقول مرة تانية ان يسوع هو اللي بيدي الحياة قيمة ومعنى. الرسول بولس اديكم كام ملاحظة كده سريعة عن افسس قبل ما ادخل على النص ده. واقول اول حاجة، عارفين ويليام باركلي مفسر مشهور جدا زمان، الرسالة افسس هي ملكة الرسائل. تخيلوا كده، انا زهلت لما بيقول كده. واحد اسمه سي اتش دود بيقول رسالة الرسول بولس هي تاج الرسائل، تاج رسائل الرسول بولس. القديس يوحنا فم الذهب لقيته بيقول هذه الرسالة مملوءة بأسمى الأفكار والتعاليم اللاهوتية. طب وبعدين؟ رسالة أفسس باختصار كتبها الرسول بولس تقريبا سنة 63 ميلادية، اللي عايز يعرف تواريخ. الكنيسة نفسها كنيسة أفسس أسسها الرسول بولس في الرحلة التبشيرية الثانية، فأسسها في الرحلة التبشيرية الثانية وبعت لها الجواب أو الرسالة دي سنة 63. لما كتب الرسالة دي كان فين الرسول بولس؟ حد يعرف؟ في السجن، في السجن. متخيلين؟ الرسول بولس وهو في السجن كتب أربع رسائل، حد يعرفهم؟ بولس في السجن كتب أربع رسائل. معظمنا عارفين أنه كتب بس فيليبي من قلب السجن، هو كتب أفسس وفيليبي وكلوسي وإيه تاني وفيليمون، أربع رسائل من قلب السجن. عجبتني جملة جميلة قالها أبونا متى المسكين عندنا في مصر. أبونا متى المسكين بيقول كان بولس في قلب السجن ولم يكن محتاجا لإنسان يشفق عليه، بل هو الذي كان يشفق على الكل. تخيلوا كده، واحد في قلب السجن. أنا أمام الرب بقعد مذهول قدام شخصية بولس. أنا امبارح لما بدأت الخدمة اتكلمت كده عن الأم تريزا وليليان تراشر. لو هنتكلم عن ناس كتيرة نتكلم كتير، مين اللي خلى البولس لحياته قيمة ومعنى؟ يسوع، صح؟ يسوع، وبدون يسوع كان ضياع. بولس لما كتب عن نفسه في تيموثاوس الثانية بيقول أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا. تخيل الكلمات دي، مجدف، مضطهد، مفتري، كان ينفث تهددا وقتلا في شعب الرب. مين اللي نقله النقلة دي؟ مين اللي غير حياته؟ يسوع. يسوع وهو في السجن، شوفوا بقى الحياة اللي ليها معنى، الحياة اللي ليها رسالة. قعدت كتبت بيني وبين نفسي كده وانا قاعد في ليلة اقول استطاع بولس ان يحول السجن الى منبر للكرازة، صح؟ وفي قلب السجن مش قاعد. اقروا كل رسالة افسس، يعني دايما بقول احنا بنقول فيليب كتبها في السجن رسالة الفرح، صح؟ في فيليبي حوالي 19 مرة ترد كلمة فرح ومترادفاتها. رسالة افسس هل حد ارى كلمة تذمر واحدة؟ كلمة شكوى؟ كلمة أنين؟ أبدا أبدا. ده أنا كتبت الرسالة الوحيدة اللي بدأها الرسول بولس بتسبيحة. يعني أفسس واحد عبارة عن ترنيمة. عارفين بعد المقدمة آية واحد واثنين في أفسس قال الرسول بولس؟ حد فاكر؟ قال الكلمات دي أول جملة، يعني بعد ما عمل التقديم آية واحد واثنين المقدمة العادية لكل رسالة يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية. يا عم ده أنت في السجن. طب بالأمانة كده لو حد فينا دخل السجن يعمل إيه؟ ليه يا رب؟ أنا عملت إيه يا رب؟ مد إيدك يا رب، انقذني يا رب، ولادي يا رب، صح ولا غلط؟ لكن بولس بقول تاني من قلب السجن، من قلب السجن هو ده، هدي الحياة اللي لها قيمة ومعنى. ده بولس في فيليبي بيقول وبهذا أنا أفرح بل أيضا سأفرح في الأصحاح الأول، فاكرين؟ وأنا عدت بينهم نفسه وليه فرحان لي؟ إيه اللي مفرحه؟ إيه اللي مفرحه؟ إن الرسالة بتمتد، بتكبر، بتوصل. لأن إيه هدفه؟ إيه الهدف اللي بيدور عليه؟ الرسالة. عارفين آخر آيات في فيليبي، آخر رسالة فيليبي أربعة، آخر آيات اللي مرات نيجي عند السلامات نقفل الكتاب.
يقول يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. فاكرين الكلمات دي؟ آخر فيليبي. مين بيت قيصر؟ أولا هو كان في السجن. قيصر أثناء كتابة فيليبي كان نيرون. نيرون اللي كان بيعمل الاحتفالات بتاعته على أجساد المؤمنين وهو يولع فيها. بولس نقل الإيمان المسيحي جوه بيت قيصر، جوه بيت نيرون وهو في السجن. إيه اللي حصل؟ أتاري وهو في السجن في العساكر قاعدين حراسة حواليه، لكن بولس بيسكت؟ ما بيسكتش، كل واحد يكلمه عن المسيح، يآمن بالمسيح، يرجع بيته، يخبر بيته. هو ده حياة لها معنى، حياة لها هدف. عايز أقول للكل قبل ما أدخل على الرسالة دي، لما المسيح بيملى الحياة الأهداف تتسامى، الأهداف تكبر، صح؟ الأهداف تبقى خارج ذاتي. عايز أقول لكل واحدة ولكل واحد، اوعى تخلي الأزمة تكسرك. يمكن يكون في منا البعض بيمر في أزمة، بيمر في ضيقة. بولس كان في السجن لكن السجن ما كسروش، صح؟ ولو قعدنا نبص في كل رجال الله، رحلة الإيمان عبارة عن رحلة مخاطر. الإنسان اللي عرف المسيح والمسيح ملك قلبه مش ممكن الأزمة تكسره. ده أنا بقعد مرات أتأمل في قصص معاصرة أوريكوا إزاي الأزمة ما كسرتش ناس زي بولس. لما معرفش تعرفه ولا لأ، جوني إيريكسون، سمعتوا عن جوني إيريكسون؟ ده عندكم هنا في أمريكا. جوني إيريكسون، جوني إيريكسون فتاة منتهى الجمال، منتهى الجمال، وهي عندها 19 سنة بتنط في المية، نزلت نطة غلط. ودي عارفين حصل لها ايه؟ شلل رباعي، ولا اي عضو في جسمها بيتحرك غير راسها فقط. بتخلينا راسها فقط، ايام ابوها وامها قاعدين جنبها، ناس اتقياء عمال يقروا لها في الكتاب المقدس، مش عارفين يعملوا ايه. اتدمرت. واحده كانت سباحه، واحده كانت بتركب خيل، واحده في منتهى الجمال، في منتهى الصحه والشباب، 19 سنه. وبعدين وهما بيقروا لها الكتاب لمعت قدامها ايه: احسبوه كل فرح يا إخواتي. فاكرين يعقوب واحد؟ ودي قعدت تسأل فرحي يجي منين الفرح؟ دي بقت جثة، يجي منين الفرح؟ ومرة تانية لمعت قدامها آية من سفر المزامير: الرب يعضده وهو على فراش الضعف. يعضدني إزاي؟ يعمل إيه؟ وبدأ الروح القدس يتحرك، وقوة جديدة تدخل جواها، وبدأت تعلم نفسها ترسم بالريشة. عارفين أنا قلت لحضرتكم مفيش عضو بيتحرك غير راسها، تمسك الريشة ببقها وبدأت ترسم. رسمت لوحة ورا التانية ورا التالتة. عارفين كانت توقع كل رسمة بإيه؟ مجدا للرب، مجدا للرب. واحد صديق باباها عمل لها حفلة ودعا الصحفيين والكتاب بدأوا يكتبوا عنها. جوني إيريكسون كتبت كام كتاب النهاردة؟ عندها إرساليات بتوصل قد إيه؟ بتوصل قد إيه؟ كم دولة؟ خدوا بالكم؟ عشرات الدول، عشرات الدول، خدمة في كل مكان. هل الأزمة كسرتها؟ مين اللي عمل ده؟ يسوع. جوني إيريكسون، حياتك لها قيمة ومعنى؟ لها قيمة. ده أنت جثة، ده أنت مش قادرة تتحركي. أنا بقول ده علشان عايز أشجع الكل، تقدر يكون لحياتك قيمة ومعنى حتى لو أنت مريض، لو انت تعبان صحيا، صح ولا غلط؟ نقدر نعمل. من كام سنة دعينا نيك، عارفين نيك اللي بلا ايدين وبلا رجلين، جه مصر وعملنا له ندوة كبيرة دكتور عصام في القاهرة، ندوة كبيرة، وكله بيقدم يسوع لكل المجتمع، مسيحيين ومسلمين كتار حاضرين. وبعد ما اتكلم، تعرفين نيك لما بيتكلم، وقفت أستاذة جامعية مسلمة، وقفت قالت له: واضح ان مش حضرتك المعوق، ده احنا المعوقين. تخيلوا كده، لان الاعاقه فين؟ هنا. الاعاقه فين؟ الحياه بلا يسوع. يسوع لما دخل حياته واحد بلا رجلين وبلا ايدين، لكن حجم التاثير اللي بيعمله في العالم قد ايه؟ انا عايز اقول لكل واحد موجود قدامي، ارجوكوا في اسم يسوع، قول لنفسك: اقدر اكون مؤثر، أقدر أكون فعال، أقدر صحتي تعبانة، ظروفي معرفش إيه، أمام الرب
كان في واحدة في كنيستنا الإنجليزية في مصر الجديدة. الست دي مهما أقول يعني كانت ست عظيمة جدا، جربت كتير جدا. جوزها مات وهي صغيرة في السن، ولادها اتنين ماتوا شباب، فضل لها ابن وبنت، لكن اتنين ولاد ماتوا. ومع كل تجربة عليها واقفة على رجليها وبتخدم المسيح وبتشهد عن المسيح، تشهد عن المسيح بشكل غير عادي. وأقول الرب إداها تبتكر طرق للشهادة وللكرازة. عمري ما شفت ناس زي كده في ابتكار الطرق للشهادة والكرازة. كانت تروح الجنازات ألاقيها، عارفين العادات عندنا في مصر لما نروح الجنازة ونروح المدافن يبقى معاها رزمة قد كده نبز، واقفة تسلم على الناس وتوزع على كل واحد نبزة، كل واحد نبزة. إيه هو ده الهدف، هو ده الهدف. تقول لي عارف يا ابونا أنا في مرة، شوفوا بس الفن بتاع الست، تدخل المحلات كبيرة عندنا في مصر، عمر فندي صدناوي، معرفش تسمعوا عن المحلات دي ولا لا، واخدين بالك؟ تدخل وهي بتدخل هتشتري حاجة، تقول له يا ابني مش جنبك حد مسيحي؟ يقول لها آه. تقول طب خد بديله الكتاب ده وتدي له عهد جديد، هي عايزة تدي له هو، بس بتقول له مش جنبك حد مسيحي؟ خد الديل اللي جنبك. وفي مرة تقول لي تعرف يا ابونا عملتي؟ بقول له ايه؟ قالت وانا ماشية لقيت عربية شرطة في الشارع، عربية شرطة العساكر موجودين، فجت عند عربية الشرطة، يا ولاد مش ليكوا زمايل مسيحيين؟ اه. طب خدوا ادوهم دول، وراحت مديهم كمية عهد جديد. اقول ايه ده، ايه ده؟ الست دي لما كبرت وصحتها تعبت، كل اللي تعمله تيجي الصبح عندها لستة بمجموعة من المرضى كتار جدا، تعمل ايه؟ كل يوم تتصل بكل اسم وتصلي معاه في التليفون، تصلي معاه. خدمة تستاهل قد ايه؟ تستاهل قد ايه خدمة زي كده؟ فانا بقول لكل واحد تقدر تكون مؤثر، اقدر، تقدر تعمل حاجة كبيرة، بس مين اللي بيعمل ده؟ يسوع. يسوع، انا بقول لكم بأمانة، يسوع لما بيبقى فينا بيخرجنا من انفسنا الكارثة الكبيرة، ان احنا عايشين لذواتنا، عايشين لانفسنا. بولس يقول احيا لا انا بل مين. عايزين نخلي ده شعارنا في حياتنا. ارجوكم في اسم يسوع كل واحد يقول ايام الجاية يا رب هكرسها ليك، هفكر اعمل حاجة كبيرة لمجدك، كبيرة لمجدك. ابعد عن يسوع الحياة في النازل، في اعرف يسوع يفتح قدامك طرق. تستاهل قد ايه لما الانسان يربح شخص للمسيح؟ تستاهل قد ايه لما الانسان يكون سبب صلح لعيلة منقسمة؟ تستاهل قد ايه؟ تستاهل قد ايه لما يكون شفاء لناس تعبانة؟ تستاهل قد ايه؟ عايز تبقى بركة؟ هو يسوع، هو يسوع. النهاردة قول يا رب عايزك انت النصيب الصالح. مش عايز اطول، خليني اجي للنص اللي قدامنا علشان النص غني جدا. شايفين الرسول بولس؟ بصوا معايا للآيات مرة تانية من فضلكم. هو بيقول ماذا كنا، كيف أصبحنا بدون يسوع؟ كنا إيه؟ يسوع عمل لحياتنا إيه؟ عشان أرجوكوا ما تقولوش إن الأسيس هو فاكرنا إحنا خطاط وجاي يكلمنا، لا أنتوا زي الفل، بس إحنا عايزين يسوع الأول، عايزين يسوع ياخد مركز الصدارة في حياتنا، عايزين بها أيامنا. أنا قلت لكم بارح أيامنا قليلة ومعدودة، صدقوني قليلة جدا وبتنتهي بسرعة. والجدع الذكي اللي يعرف الهدف، اوعى من فضلكم تمر الأيام والسنين أمام الرب. يمكن من شهرين كان قاعد معايا رجل أعمال ناجح جدا، عنده ملايين ملايين، لكن فوجئت في الحوار. هو طلبني وقال لي عايز أقعد معاك، وجه قاعد معايا في الحوار بيقول لي أنا حاسس إن ما عملتش ولا حاجة. تقول ما عملتش ولا حاجة؟ ده عنده قرى سياحية، عنده، بيقول لي أنا حاسس إن ما عملتش ولا حاجة. صدقوني في الحوار معاه، يقول كل اللي عملته فلوس وأنا مش هاخد حاجة من الفلوس. هو هياخد حاجة؟ من امبارح قلنا مش هاخد حاجة. ويقول لي جه الوقت اللي فيه عايز أعمل حاجة لربنا، عايز أعمل العمل اللي بنعمله الصح هو اللي بنعمله لربنا، وكل اللي بنعمله لأنفسنا هينتهي ومش هناخد معانا حاجة.
أنا مش دعوة للكسل أبداً. ده أنا امبارح كنت بتكلم على حزقية ومسؤوليته، نقوم بمسؤوليتنا على أكمل وجه، لكن هدفي إيه؟ تحقيق مجد الرب في حياتي. تعالوا نبص، كنا أموات، أموات. إذا أنت معرفتش يسوع أنت في الحالة دي، أموات بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلاً. إيه معنى سلكتم فيها قبلاً؟ قبل ما تعرفوا المسيح. يعني إيه حسب دهر هذا العالم؟ إيه معنى جملة حسب دهر هذا العالم؟ عارفين يعني إيه؟ يعني حسب مبادئ العالم، قيم العالم. الإنسان اللي بلا يسوع عايش إزاي؟ بمبادئ العالم، بقيم العالم هي اللي بتحكمني. يسوع ليه قيم مختلفة. يسوع قام عن العشاء، أخذ من شفة اتزر بها، فاكرين؟ غسل أرجل التلاميذ، يقول إن كنت وأنا المعلم والسيد اعملوا إيه؟ اغسلوا بعضكم. ده يسوع، قيم يسوع المحبة، التواضع. من لطمك على خدك الأيمن اعمل إيه؟ حولها. من أراد أن يخصمك ويأخذ ثوبك اعمل إيه؟ اترك. دي قيم يسوع. لكن لما كنا بعيد عن يسوع كنا بنسلك حسب إيه؟ دهر هذا العالم. دهر إيه؟ دهر هذا العالم. أنتوا عايشين في أمريكا، ما عرفش دهر العالم عندكم، لكن عندنا في بلدنا الفهلوة والغش والرشوة والسرقة، صح ولا غلط؟ ده كل مجتمعنا العربي غارق، غارق في السرقة والرشوة والكذب والنفاق. إيه ده؟ هو ده دهر العالم بتاعنا. فبيقول أنتوا قبل ما تعرفوا المسيح كنا عايشين حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء. مين رئيس سلطان الهواء؟ مين اللي قال عنه رئيس هذا العالم؟ على رأي أبونا متى المسكين، رئيس هذا العالم بالاغتصاب. واخدين بالكم؟ يعني رئيس هذا العالم بالاغتصاب؟ يقول لنا رئيس العالم الفعلي هو يسوع. مين سيد الكون؟ مين اللي بنقول عنه في قانون الإيمان ضابط الكل؟ ضابط الكل. مين اللي يجلس سيدا، اللي قلب الملك بين يديه كإيه؟ كجداول المياه حيثما شاء يميله. لكن رئيس العالم، العالم اللي أخضع نفسه بنفسه للشيطان، فيقول عنه رئيس سلطان الهواء. كانوا بيؤمنوا أن الشيطان سقط، واخدين بالكم؟ وبيقريب جدا من الناس، عارفين مال الأجواء اللي حوالين الناس. يقول الروح الذي يعمل الآن يعمل في بين، فرق بين أبناء المعصية وأبناء الطاعة. عارفين يعني أبناء المعصية؟ يعني عايشين في المعصية، عايشين في العصيان. فين عن الوصية؟ فين عن مشيئة ربنا؟ فين أنا عن مشيئة ربنا؟ طالما أنا بعيد عن يسوع لا بعمل مشيئة ربنا ولا بنفذ كلمة ربنا. أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا. تعبير في شهوات جسدنا، وبعدين يكمل يقول ايه؟ عاملين مشيئات الجسد. لما يقول تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، يعني مين اللي بيسود في حياتي، الجسد ولا الروح؟ الجسد. تصرفنا، لما يقول عاملين قبلا بينهم في شهوات جسدنا، يعني الشهوات هي اللي بتتحكم فيا. الرغبات، الرغبات التي ضد رغبات الله هي اللي بتسيطر على حياتي. يقول كده عاملين مشيئات الجسد. واحد من المفسرين الكبار لقيته بيقول يعني عاملين مشيئات الجسد. يعني عاملين مشيئات الجسد؟ يعني الجسد هو اللي بيتحكم، الجسد هو اللي بيسود. واوعى تفكروا ان مشيئات الجسد هي بس الخطايا الجنسية، عشان نبقى عارفين بس من الأول. لما يقول عاملين مشيئات الجسد، مشيئات الجسد تختلف من واحد عن التاني. يعني قد تكون مشيئة الجسد عندي غير عند واحد حب السلطة، الرغبة في الظهور، عند واحد تاني حب جمع المال، عند واحد تالت التجسس على أسرار الناس. مش في ناس عندها الرغبة دي؟ عندها الرغبة دي. في واحد رابع الرغبة في إنه يوقع بين الناس، يعمل فتنة بين الناس. مشيئات الجسد، مين اللي بيتحكم؟ مشيئات الجسد. عاملين مشيئات الجسد. يقول والأفكار. قعدت كتير أدرس في الجزء ده وقول إيه الفرق بين مشيئات الجسد والأفكار، لغاية لما لقيت أبونا متى المسكين برضو بحب أرجع لكلامه، يقول الأفكار بمعنى كل فكرة تطرأ على ذهنه يعملها. مفيش ضابط،
ما فيش رابط، ما فيش قدرة على الفرز والغربلة والتمييز. عارف أوضح الفكرة؟ مشيئات الجسد والأفكار، يتجيله فكرة يا واد جرب البانجو، يجرب البانجو، تجيله فكرة يا واد اعمل كذا، يعمل كذا. الأفكار مفيش قدرة تقول له ده غلط، ما تعملش ده، عاملين مشيئات. كنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين. أنا عايز أرجع للجملة الأولى، كنا أموات، أموات، ده الإنسان بدون المسيح، ميت بالذنوب والخطايا، ميت بالذنوب والخطايا. وقفت كتير قدامها، لقيت الآتي على ميت، لقيت إن كلمة الخطية في اللغة اليونانية اسمها هامرتيا، لكن كلمة الذنوب معناها بارابتوما. كلمتين مختلفتين في اللغة اليونانية. يقول وأنتم إذ كنتم أمواتا بدون المسيح، إحنا أموات. ليه معنى كلمة خطية؟ كلمة خطية، كلمة هامرتية باختصار معناها عدم إصابة الهدف. أنا عارف إن في بعض في الراحة فيها النشن وحاجات زي كده، مش كده ولا إيه؟ ففي عدم إصابة الهدف بالضبط. كلمة هامرتية في اللغة اليونانية عدم إصابة الهدف. يعني أنا لما وقفت قدام المعنى ده هنكتشف إن كلنا خطاط، صدقوني كلنا خطاط، أنا خاطي، كلنا خطاط. إيه معنى عدم إصابة الهدف؟ أسأل نفس سؤال، هل أنا مبارح حققت الهدف اللي الرب كان عايزه لحياتي؟ إيه رأيكم؟ لو كل واحد سأل نفسه، هل أنا مبارح، هل أنا الأسبوع اللي فات حققت الهدف اللي الرب كان عايزه مني؟ أو لا يا رب، ده أنا ياما وقت ضاع في تليفونات ملهاش لازمة، صح؟ ياما وقت ضاع فقاعدة على الانترنت ملهاش لازمة، يا ما وقت ضاع معرفش في ايه. هل انا حققت الهدف؟ يسوع كان عايزني اعمل ايه امبارح؟ امبارح بس. اسأل نفسك، اسأل نفسك، هل امبارح بس نفذت اللي كان عايزه منك يسوع؟ ده عايز واحد كده يجي قدام الرب، عايز مني ايه يا رب؟ عايز مني ايه النهاردة؟ عايز نعمل ايه اليوم؟ ال 24 ساعة اللي بتدهم لي بصرفهم ازاي؟ هنا عدم إصابة الهدف. الذنوب إنسان بيسقط، بيزل، بينحرف، بيسيء إلى الله. ده معنى كلمة بارابتوما أو الذنوب، هي بتصور إنسان عايز يروح حتة راح حتة غلط، لأن ما معهوش الخريطة. واخدين بالكم؟ ما معهوش الخريطة. فالإنسان يكتشف في النهاية إنه وصل لحتة غلط. أنا خايف لأقل حد يكون فينا لما تقرب أيامه كده ويبقى في الأيام الأخيرة ده أنا في حتة غلط، أنا مشيت كل السنين دي غلط، يا ترى أنا ماشي صح ولا غلط؟ مش عايز أطول عليكم. كنا أموات، أموات. إيه اللي بتموتوا الخطية فينا؟ هقول لكم أربع حاجات بتموتهم الخطية فينا، كل واحد يفكر فيهم. الخطية بتقتل فينا البراءة، صح؟ الخطية بتقتل البراءة ولا لا؟ يؤكد ويليام باركلي ويقول كده، الإنسان قبل الخطية غير بعد الخطية. أنا بتكلم على الإنسان الواحد منا، واخدين بالكم؟ قبل الخطية غير بعد الخطية. لما إنسان يكون يعني نشأ في بيت كويس، في عيلة كويسة، ما يعرفش حاجة الخطية وبعدين ينحرف، أي انحراف شوفوا قبل الخطية وبعد الخطية. الشاب اللي ينحرف للإدمان ويدمن بعد ما يعالجوه بيبقى طبيعي؟ إيه رأيكم؟ بيرجع طبيعي 100%؟ لو أنا ماشي كده بالضبط، التشبيه الآتي، لو أنا ماشي هنا في مسمار راح خبط القميص ده وقطع لي القميص، إيه رأيكم زمان كان عندنا في مصر نودي القميص لما يتقطع عارفين لمين؟ أنتوا عارفين كلمة رفا دي جاية منين؟ دي كلمة عبري، كلمة عبري يا دكتور عصام، رفا. كان في لبنان والأردن والكلام ده كله محلات الرفا دي، رفا رفا. عندنا في العهد القديم اسم رفائيل، صح؟ رفائيل يعني الله يشفي، الله يجعل الأنسجة تلتئم، رفائيل. جت منها كلمة رفا اللي هو يخلي الأنسجة يقرب الخيوط من بعض، واخدين بالكم؟ لما نوديه لمحل الرفا ده بيبقى فيه باين الأثر ولا لا؟ صح ولا غلط؟
اللي عايز أقوله إيه؟ إن الإنسان قبل الخطية غير بعد الخطية، والخطية بتترك أثر في الإنسان، والخطية بتقتل البراءة في الإنسان على طول على طول. علماء النفس بيقولوا ثبت علميا أن الإنسان لا ينسى على الإطلاق، بل كل شيء يدخل إلى اللاوعي عند الإنسان، الحاجات اللي عملناها في الماضي بتدخل إلى اللاوعي وبيبقى لها تأثير على الإنسان. فأنا بقول الخطية بتقتل البراءة، تقتل البراءة، مش بس تقتل البراءة، لكن الخطية بتقتل المثل العليا، صح؟ القيم. تخيلوا، أنا بتخيل عندنا في مصر، عشان أديكم مثال عندنا في مصر، واحد نشأ في بيت كويس، اتعين موظف، وبعدين بعد ما اتعين عنده قيم متربى عليها اسمها الأمانة، اسمها الدقة، قيم العفة، الطهارة إلى آخره. وبعدين يجي واحد عايز يخلص شغل ويدي له رشوة، واخدين بالكم؟ بيحاول يرفض، لا لا مينفعش. لما يضغط عليه أو حد زميله خد الرشوة، خدها تاني مرة، خدها تالت مرة، واخدين بالكم؟ القيمة دي عنده بعد كده ماتت ولا لا؟ انحرف لعلاقة جنسية يوم بعد التاني بعد التالت، إيه اللي حصل؟ القيم، الخطية. تلاقي الإنسان بعد كده فين قيمة الأمانة؟ فين قيمة العفة؟ فين قيمة الإخلاص؟ خلاص هو تعود يسرق. قسوة الخطية إن كل خطية ترتكبها تجعل الخطية التالية مباشرة أسهل، صح؟ فكروا في الجملة، أي واحد يعمل خطية، الخطية اللي بعدها تبقى أسهل، أسهل وأبسط على طول، يبسطها لي. فالخطية بتقتل، مش بس كده، ده أنا كتبت الخطية تقتل الإرادة. بتقتل الإرادة ولا لا؟ أول مرة زي ما قلت لكم الموظف يرفض قوي الرشوة، يرفض قوي، وبعد ما ده يضغط عليه ويلاقي زميله خاد، والتاني يروح واخد المرة التانية، ياخد المرة التانية، المرة التالتة ياخد بسهولة، المرة الرابعة والخامسة، لغاية بعد سنة سنتين، عارفين لو يوم ما خدش فيها رشوة الموظف عندنا يروح زعلان، تقابله مراته ماله تلاقيه متنكد، ليه محدش جه النهاردة ولا اداله حاجة، صح؟ إيه اللي حصل؟ أصبح عبد للخطية، عبد للخطية، انحرف إلى علاقة جنسية، انحرف إلى الإدمان، يوم بعد التاني، شهر بعد التاني، إيه اللي حصل للإرادة؟ ماتت. من يفعل الخطية هو إيه؟ عبد للخطية، على طول الخطية قتلت الإرادة. الخطية بتقتل الضمير، أنا كتبت كده بتقتل الضمير. لما أقول بتقتل الضمير، الضمير بيموت، صدقوني الضمير، عارفين عند أول خطية الضمير يأنب فيه تأنيب شديد جدا، إزاي تعمل كده؟ أنت ابن الرب، ما ينفعش تعمل كده. تاني مرة التأنيب أقل، فكل مرة ما تسمعش صوت الضمير أنت بتموت الضمير جواك، فكل مرة. عشان كده خليك يقظ حساس لصوت الضمير، لكن اللي لا يسمع لصوت الضمير، التأنيب زيادة في أول غلطة، تاني مرة التأنيب أقل، التأنيب أقل أقل، لغاية لما يتلاشى تماما يموت صوت الضمير. فأنا بقول تاني خد بالك، خد بالك. يقول التي سلكتم فيها قبلا، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا في شهوات عاملين وكنا بالطبيعة. أجي لكل ده، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، عمل فينا إيه؟ عمل كذا حاجة، أقولهم بسرعة، أنا قدامي أدي وقت لحسن أطول عليكم، ربع ساعة، تن، حاضر، أقول في التن مينتس دول بسرعة، أقول الرب عمل فينا إيه؟ بمحبته، برأفته، بنعمته، عمل فينا إيه؟ نقلنا، عمل إيه فينا؟ يقول كده أحيانا مع المسيح. يا ربي ليك الشكر، أنا قلت لحضراتكم من البداية هو الطريق والحق والحياة، فعلى طول لما عرفنا يسوع، يسوع أحيانا. طيب الضمير اللي مات يقيم يسوع، يقيم يسوع. الإرادة اللي ماتت يقيمها يسوع. أقول لكم الصدق في المسيح، ده بيقول أحيانا وأقامنا وأجلسنا. أنا عايز أقول النهاردة لكل واحد إن يسوع يقيم الإرادة، يسوع يقيم الضمير، يسوع يعيد المثل العليا مرة تانية، بس يسوع أديله مكانته. عندي عشرات النماذج في دماغي لما أقول يقيم الضمير والإرادة. إيه الفكرة؟ إن بيتولد فيا حب جديد أقوى من حب للخطية، حب للقداسة، حب للنعمة،
حب ليسوع أقوى بكتير من حبي للنجاسة. يوم ما أعرف يسوع معرفة حقيقية. فاكرين أغسطينوس؟ القديس أغسطينوس كتب في اعترافاته: أنا علمت الشيطان خطايا. هو كان مجرم، مجرم بمعنى كلمة مجرم، صح؟ لما تقروا قصته. لكن بعد ما عرف المسيح، واحدة من اللي كانت بيمشي معاها مشت وراه. أغسطينوس، أغسطينوس ماشي ولا سائل، قربت منه بتشده. أغسطينوس، قال لها: أغسطينوس اللي تعرفيه مات. مات مين؟ موته. لأن في أغسطينوس جديد قام، أغسطينوس جديد قام. هو ده، هو ده اللي بيعمله يسوع. يقيم الإرادة، يقيم الضمير، يقيم المبادئ مرة تانية، وتلاقي الواحد بإنسان مختلف. إنسان يا نهاري، أما غريبة جدا. والواحد يقرأ عن بولس، أنا بقول لحضراتكم، اللي يقول كنت مجدفا مضطهدا مفتريا بإيه؟ ينفق وينفق. بإيه؟ عايش علشان الخدمة هي هدفه الأول والرئيسي. يسوع اللي عمل كده، يقيمنا، يحيينا. عندنا في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية في مصر تاريخ مليان، واحد اسمه الأنبا موسى الأسود. قريته عن الأنبا موسى الأسود؟ موسى الأسود كان قطاع طرق، قطاع طرق، أمر غريب، التقاه الرب، قطاع الطرق ده اللي التقاه الرب يبقى واحد من قديس الكنيسة. إيه ده؟ مين اللي بيغير؟ يسوع. يسوع يقيم. عارفين زي ما وقف قدام قبر لعازر، لعازر، ما أنا دايما بقول المعجزات اللي عملها يسوع، دايما المعجزات اللي عملها يسوع، كان في بعد أعمق من المعجزة، واخدين بالكم؟ بعد أعمق. فتلاقوه دايما بعد كل معجزة يقدم إعلان، إعلان كبير جدا. فيقف قدام قبر العازر: لعازر هلم خارجا. واخدين بالكم؟ يسوع ما قومش كل الموتى، لكن في إعلان. ده أنا بقول دي نظام تعليم، عارفين زي ما كنا زمان نعمل لأولادنا مثلا تعليم بالصور بالمعرفش إيه، فيقيم لعازر وبعديها على طول يقول إيه؟ أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات. فيعمل المعجزة دي، عايز يقول اللي أقام الجسد بيقيم إيه؟ بيقيم الروح، بيقيم النفس، يقيم الضمير، يقيم الإنسان في اليوم الأخير. نزلوا المفلوك، مش نزلوا المفلوك؟ وبعدين يعمل المعجزة عشان إعلان أكبر. فاكرين ماركوس 2؟ نزلوا المفلوك، وبعدين أول ما قال له المسيح قال له: مغفورة لك خطاياك. يا ناري، ده مين ده اللي يغفر الخطايا؟ ليس أحد يغفر الخطايا إلا الله. فاكرين؟ ويسوع عرف اللي بيدور جوه أفكارهم، برجعوا لها في ماركوس 2، وقال لهم: أيما أيسر، أن يقال له مغفورة لك خطاياك، أم قم واحمل سريرك وامشي؟ لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا أن يغفر الخطايا، لك أقول إيه؟ قم وامشي. في إعلان، إعلان كبير. يسوع أعلن عن نفسه مرتين أنه هو نور العالم، مرتين. عارفين إمتى المرتين؟ برجعوا لهم في إنجيل يوحنا. مرة منهم مع المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، وبعد شفاء المولود أعمى، في المرتين. ويعلن الإعلان العظيم اللي أمسكت في ذات الفعل، وبعدين يقول لي: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. ولما يفتح عيون المولود أعمى يقول: أنا نور العالم. مش بس بيفتح البصر، بيفتح البصيرة، القلب، الضمير، الحياة. اللي عايز أقوله لكم أن يسوع، يسوع يحيينا ويقيمنا، يقيمنا أحيانا وأقامنا. بالنعمة أنتم مخلصون، أقامنا معه، أجلسنا معه في السماويات. لما يقيمنا يسوع يقيمنا وأجلسنا. يعني إيه أجلسنا معه في السماويات؟ أصبحنا بنعيش بفكر السماء، بمبادئ السماء، مبادئ السماء. عارفين لما الواحد بيركب الطيارة والطيارة تطير كده، إيه اللي بيحصل؟ بص كده من الطيارة على البيوت، تلاقي البيوت إيه؟ قد كده، العربيات قد كده، صح؟ العالم بيصغر. الأمور اللي بتشدنا، اللي بنتصارع علشانها، اللي بنتخانق علشانها، بتصغر قوي في عينينا. يا رب أقمنا النهاردة، أقمنا، عايزين نرتفع فوق دنايا العالم، فوق ظروف العالم. يقول: أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. وبعدين يقول كده: ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته باللطف علينا، لأنكم بالنعمة مخلصون
بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله. الآية دي حيرت علماء كتير. عندنا عدد كبير من العلماء عشان تبقوا عارفين بيقول أن النعمة وأن الإيمان هما عطية الله. أنا في الحقيقة عجبني جدا تفسير أستاذنا الكبير القسيس الدكتور غسان خلف. أنا بحب القسيس غسان جدا عشان تبقوا عارفين. وبعدين قال حاجة القسيس غسان عجبتني جدا، قال لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان. قال النعمة عليه الإيمان علي، خدوا بالكم. قال وذلك ليس منكم، فقال لنا وذلك في اللغة اليونانية تفيد الأبعد وليس الأقرب. لو الأقرب كان قال وهذا ليس منكم، لو قال وهذا يقصد الإيمان، وذلك يقصد النعمة. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، فبيديني العطية بالنعمة أنا باخدها بالإيمان. واخدين بالكم الدور اللي علي؟ الإيمان. الدور اللي مطلوب مني النهاردة، كل المعجزات اللي عملها المسيح كان يقول إيه؟ إيمانك قد شفاك، صح؟ إيمانك قد خلصك، كما آمنتما ليكن لكما. ولا مرة قال قدرتي شافتك، واخدين بالكم سلطاني شفاك، لكن قال إيه؟ إيماني. في مدينة راحة قال ولم يستطع أن يفعل ولا آية واحدة بسبب إيه؟ عدم إيمانهم. متخيلين؟ عايزين نجيله النهاردة بالإيمان ونقول له يا رب قوي إيماني، شدد إيماني، فيقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطي، ليس من أعمال. أشكرك يا رب أنه ليس من أعمال، لأن لو من أعمال الفقير يروح فين؟ الفقير يروح فين؟ طب ده احنا في بلادنا العربية بيبقى نصاب طول عمره ويبني بعد كده ملجأ لليتامى. نصاب طول عمره، على رأي نجيب محفوظ يقولي نصاب تاجر نصاب وكاتب من وراه هذا من فضل ربي. مش كده ولا ايه؟ قالوا يا دكتور عصام الشيطان زعلان منا احنا المصريين، معرفش من باقي الدول. فقال ليه يا عم زعلان؟ قال انا هغادر البلاد وامش. ليه؟ قال دول بينكروا الجميل. ليه بينكروا الجميل؟ قال أب علمته السرقة والغش والنصب وغيره، وبعد ما يغنى يقول هذا من فضل ربي. فهم بينكروا الجميل. يسوع، يسوع هو اللي بيشفي، صدقوني، يقيم ويحيي ويرفع. مش عايز أطول عليكم، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، ليس من أعمال. فأقمنا، أجلسنا، أحيانا، وبعدين فوق الكل جعل حياتنا معنى وهدف، لأننا نحن عمله. شايفين ترجمة كتاب الحياة؟ يقول فإننا نحن تحفة الله. شوفوا الجمال، تحفة الله، وقد خلقنا في المسيح يسوع لأعمال صالحة أعدها سلفا لنسلك فيها. إحنا تحفة الله. اختبرت الأربع أفعال دول؟ أحيانا، أقامنا، أجلسنا، جعل حياتنا معنى. أعمال صالحة سبق فأعدها. هل عرفت الأعمال الصالحة اللي الله عايزك تسلك فيها؟ هل أعدت بينك وبين نفسك قلت له يا رب أنت خلقتني ليه؟ أنت عايز مني إيه؟ أمام الرب يعني نماذج كتيرة في ذهني، كتيرة في ذهني لو عايز أحكي عنها، على ناس إزاي لما حياتهم بقى ليها معنى وهدف. منساش زمان قريت عن بيلي جراهام. بيلي جراهام قد إيه اسم عظيم وراجل عظيم. مذيعة بتسأله، أنا عايزكم تاخدوا بالكم بس من السؤال ده. قالت له مستر بيلي جراهام، لو عرفت إنك هتموت بكرة تعمل إيه النهاردة؟ أنا عايزكم تفكروا بس في السؤال. لو عرفت إنك هتموت بكرة تعمل إيه النهاردة؟ أرد إجابة أذهلتني، أذهلتني. قال لها هعمل اللي كنت بعمله مبارح. شوفوا الجمال، لأنه مبارح كان بيعمل إيه؟ مبارح كان في مشيئة الرب، كان في خدمة الرب، امبارح كان بيصلي، امبارح كان بيكرز، امبارح كان بيعلن محبة يسوع. ناس كتيرة لو قولها لو عرفت هتموت الشهر الجاي تعمل ايه، يمسك الاجندة بتاعته يلخبطها كلها، لان كلها مليانة حاجات غلط، صح؟ لان الاولويات مش مظبوطة. لكن ده يقول هعمل اللي كنت بعمله امبارح. وانا قاعد في مرة اتفرج على اليوتيوب كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد بيلي جراهام، مش فاكر الكام، 90،
وبعدين المذيعة جايبة شخصيات كتيرة تسألها عن بيلي جراهام. من بين الشخصيات كان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، فبتقول له هو بيتكلم ازاي اني بيلي جراهام اثر فيه وفي عيلته، كان ليه علاقه بناس من العيله عنده. فبتقول له عايز اسالك سؤال، السؤال ده اسهلني. قالت له ليه بيلي جراهام هو اكتر قسيس دخل البيت الابيض؟ ليه بيلي جراهام اكتر قسيس دخل البيت الابيض؟ قال اجابه اسهلتني، قال لها لان بيلي جراهام ما عندوش اي اجنده سياسيه، عنده فقط أجندة الرب. صدقوني الجملة دي أسهلتني، عنده فقط أجندة الرب. وساعتها سألت نفسي إيه أخبار أجندتي؟ إيه أخبار أجندتي؟ عايز أسألك إيه أخبار أجندتك؟ مواعيدك للوقت اللي جاي اللي عايز تعمله، هل هي أجندة الرب؟ إحنا محتاجين إذا كنا عايزين يبقى لحياتنا هدف ورسالة وقيمة، أجندتنا تبقى أجندة الرب. الواحد يقعد في أول يوم عايزنا أعمليه النهاردة يا رب، عايزنا أعمليه الأسبوع ده يا رب، عايزنا في باقي عمري أعمل إيه يا رب؟ أنا عايز حياتي تبقى متطابقة مع مشيئتك. اللي عايز يا جماعة يكون لحياته هدف ورسالة، خد يسوع مخلص شخصي، خد يسوع صديق، اجعل يسوع قائد المسيرة، قائد الرحلة. ابدأ يومك بيسوع، اختم يومك بيسوع، طول اليوم عينك على يسوع. أخوي عيسى في ترنيمة بتقول قدوس 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 ها صوت الملائكة، معروفة هنا؟ نفسي ناخد عددين منها ونقول له قدوس، نقول له اختم لي قلبي العنيد، مش كده؟ فهو العائق الوحيد. تعالوا ناخد العددين دول كده، أعتقد موجودة يا باسل، إن شاء الله تكون موجودة، ونرنم كده يسوع قدوس، يسوع قدوس، كما بقولها معي قدوس 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 يسوع قدوس
قدوس يسوع قدوس سيدي أعبدك من كل قلبي أحبك وأحيا يا قدوس أنت من أحييتني بالروح وطهرتني قدستني لشخصك يا قدوس أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي فيا يا قدوس علمني أسمع صوتك قدني أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدوس أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي فيا يا قدوس علمني أسمع صوتك قدني أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدوس 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 تعالوا نرفع قلبنا كلنا أمام الرب في الصلاة تعالوا كلنا نقول يا رب امتلك قلبي وأفكاري وحياتي تعال يا رب واصنع مني إنسان جديد يعيش القيمة ويعيش المعنى ويعيش الهدف ويعيش الرسالة قل له ما تسمحش أعيش لنفسي أنا عايز أعيش للآخرين أنا عايز لما ينتهي عمري أكون صنعت شيء لمجدك أكون أحدثت فعلا تغيير في كل اللي حواليا. الفاضل الدكتور عصام تعالى من فضلك قودنا كلنا في الصلاة. إلهنا القدوس يا رب نحن لا نعرف كيف نشكرك يا رب نقول مع هذه الترنيمة لا أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي في يا قدوس ساعدنا يا رب أن نعيش ما سمعنا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحك يا رب الجنود أنت تسمع صراخ شعبك وليت ترتفع في هذا الصباح صلوات تصرخ إليك كان أحد لم يعرفك بعد وهو ما زال ميتا في الذنوب والخطايا ليت هذه النفس تصرخ إليك يا رب غيرني جددني طهرني بررني حررني يا أيها القدوس بدم صليبك طهر قلبي أنا أقبلك سيدي ومخلصي يا السيد نحن نشعر أنه كما كان مكتوب في أول سفر الحياة عن أنه كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة والروح يرف على وجه المياه فكم منا أيها الرب تربة قلبه خربة وخالية أنت تعرف أيها السيد كم منا في فراغ في حياتهم بعض منا عرفوك ولكن في حياتهم في فراغ وروحك يرف على وجه المياه فنصلي إليك يا معطي الروح ويا ساكب الروح أنك أنت يا رب تملأ أرواحنا بروحك روح المسيح طهر أعماقنا أيها السيد واملأنا من روحك أحيي الموتى وأيضا أقم الأحياء بقوة قيامتك وأجلسنا معك في السماويات لكي نسلك في أعمال
سبق أن أعددتها لنا. نصلي بركة خاصة يا رب على الاجتماعات المقبلة. باركنا أيها السيد، واسكب روحك علينا بفضل نعمتك يا سيدي يسوع المسيح. آمين.